مستمرين الفريق اللي ابتدى النهارده الساعة 4 عصرا على ملعب مختار التتش في الجزيرة. معانا زميلنا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي المتواجد حاليا في التدريب. مساء الخير عليك يا شريف، وعايز أعرف منك كل التفاصيل والكواليس الخاصة بتدريب النادي الأهلي النهارده. مساء الخير عليك الشيمة وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بالفعل يمكن تدريب النادي الأهلي يمكن بدأ منذ حوالي 25 دقيقة، المفروض التمرين كان في 4 عصرا ولكن تم التأخير لمدة ساعة علشان كان في اجتماع من رئيس مجلس الاداره طبعا الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب مع اللاعبين، استمر في اوضه اللبس حوالي ساعه. ذلك في بدايه اليوم يمكن كان في اجتماع في مكتب مجلس اداره النادي الاهلي، كان موجود فيه كابتن محمود الخطيب طبعا، وحضر له مستر لاسارتي المدير الفني ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ والمترجم. ممكن استمر الاجتماع في غرفه مجلس الاداره حوالي نصف ساعه. بعد كده هوت الساعه 4:45 كان موجود كابتن محمود الخطيب داخل غرفه ملابس لاعبي النادي الاهلي، يمكن استمر معاهم في اجتماع لمده حوالي ساعه اللاعبين والجهاز. وبعد انتهاء يمكن الاجتماع اللاعبين نزلوا ارض الملعب واتفرج على التمرين من الخارج الكابتن محمود الخطيب وامين الصندوق الاستاذ خالد الزردلي. يمكن من وجوه اللاعبين، من شكل وجوه اللاعبين يبدو على مدى الغضب على وجوههم. يمكن الاجتماع كان ساخن، ممكن الاجتماع كان قوي من جانب الكابتن محمود الخطيب. ما عنديش اي تفاصيل، ما حدش اي حاجه هتتكتب، ما حدش، كله هيكون بيخمن، ما حدش يعرف كل اللي هيتقال بعد كده هيكون مجرد اجتهادات يا شريف. ما فيش حد طلع وقال اي تصريحات بعد الاجتماع. طبعا انا ممكن اطلع اقول لك قال كل ده كلام عارف من الصحه، لاني انا مش هعرف ايه اللي بيدار جوه الاوضه المغلقه اذا كانت في اوضه اللاعبين او حقيقي، لان دايما بيكون في كلام عام، يعني اكيد حفز اللعيبه طالبهم ان هم يحصلوا على اللقب الدوري ال 41، ان هم يلعبوا بجديه، ان هم يساعدوا الجماهير، كل الحاجات دي يعني متوقعه ومجرد اجتهادات لو تم نشرها بعد كده. طبعا ولكن من وجوه اللعيبه يبدو ان الاجتماع كان ساخن، يبدو ان الكابتن محمود الخطيب كان شديد اللهجه مع لاعبي النادي الاهلي. ولكن اللاعبون قدامي في التمرين، يمكن انا قدامي حالا يمكن تدريب حراسه المرمى شريف اكرامي ما شاء الله يتالق في تمرينه ولا اروع ولا اجمل، معاه علي لطفي، معاه مصطفى شوبير، عاملين تمرينه قويه جدا. اللاعبين النهارده في بعض الصحف قالت ان شريف اكرامي هياخد راحه النهارده لانه اتمرن اليومين اللي فاتوا، وفي صحف ثانيه قالت انه هينزل تدريب النهارده، لكن واضح طبعا من خلال كلامك ان هو موجود النهارده في التدريب. وشيما انا عملت معاكم دخله من 3 4 ايام شريف كان بيشارك في التمرين، لو تفتكر مكالمتي قلت لك شريف بيشارك بكل قوه في التمرين. فشريف موجود دلوقتي، فشريف بيشارك قدامي بكل قوه بكل جاهزيه. يعني شريف من اللي انا شايفه امامي بيعلن جاهزيته، معاه علي رطفي بيعلن جاهزيته، معاه مصطفى شوبير الحارس بتاع دلوقتي بيعلن جاهزيته. فانا بقول لك وبطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي، امامي حالا في ملعب مختار التتش الثلاث حراس في يمكن مع الكابتن طارق سليمان، وتمرينه قويه جدا. يمكن شريف هو اللي عليه الدور دلوقتي في التمرينات، ويمكن شريف يتالق في يمكن في كل التصويبات الشديده جدا من الكابتن طارق سليمان. شريف بيقوم يعني ما شاء الله بصدها بكل مرونه، بكل يعني بيمسك الخشب ما شاء الله. شريف بيعلن جاهزيته لهذه المواجهه مع علي لطفي طبعا الحارس الكبير والواعد الصاعد مصطفى شوبير. باقي اللاعبين اللي شاركوا في المباراه الاخيره يمكن هم النهارده طبعا بيبقى فيه ريكفرنج، تمرين خفيف، بيكتفوا بتغيرات الجيم، بيعملوا التلج الكلام ده، وبيغادروا النادي. باقي اللاعبون تدريبات بدنيه يمكن في ارض الملعب امامي مستر لاسارتي، مدرب الاحمال، باقي الجهاز يمكن شغالين على التمرينات البدنيه لباقي اللاعبين. التأهيل مستمر على الجانب الاخر لمحمد هاني واسلام محارب على جانب اخر من الملعب. يمكن دي كل كواليس تمرين النادي الاهلي. برجع اقول لك يا شيبة علشان خاطر اي اجتهادات هتتكتب في المواقع او في هذه الساعات، كل اللي دار في اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني بقياده مستر لاسارتي ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، او اجتماع الكابتن الخطيب مع اللاعبين والجهاز الفني، سري ومحدش يقدر يخمن ومحدش يقدر يقول حصل ايه في الاجتماع. شيبة اتفضلي. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي متواجد حاليا في تدريب النادي الأهلي على ملعب مختار التتش في الجزيرة. وبحسب كلام شريف المتواجد دلوقتي كابتن بيبو كابتن محمود الخطيب عمل جلسة أو اجتماع مع الفريق مع الجهاز الفني ومع اللعيبة قبل التدريب ما ينطلق النهاردة، جلسة سرية.